السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده البسبوسه الساده. عملناها قبل كده بجوز الهند وعملناها محشيه قشطه، بس في ناس ما بتحبش جوز الهند وفي ناس قالت سكرها زياده عليا، فعملنا البسبوسه الساده خالص اهيت. شايفين شكلها شربة وطريه وناعمه جدا، ان شاء الله تجربوها هتعجبكم. وهسيب لكم اللينك بتاع البسبوسه اللي بجوزة الهند واللي بالقشطة في صندوق الوصف. هنبتدي على بركة الله. الشغل عندي حل على النار اهيت، عليها 125، فيها 125 جرام سكر. هنعمل الشربات بتاع البسبوسة، وهنعمله بطريقة جديدة المرة دي اهوت. هنحط السكر على النار ونسيبه خالص لوحده، ما عليهوش اي حاجة. هيبدأ السكر يتبلور كده اهوت، وانا بقلب فيه اهو للمراحل بتاعته. انا هسيب التصوير، مش هشيل حاجه عشان تبقى عارفه المراحل اللي انت هتمر بيها اهو. بدأ يكرمل ويتبلور السكر، بنقلب اهو، بدأ يلون اهوت اهو كده، بدأ يسيح السكر اهوت. طيب وصل الحاله دي خلاص اللي هو اتبلور فيها وبدأ يسيح بالشكل ده، هبدأ اوطي النار وايدي فيها على طول بقلب فيه اهو. شايفين الشكل؟ اوطي النار وابدأ اقلب فيه على طول لحد ما يفك خالص، ما يبقاش فيه اي سكر ماسك بعضه. اوطي النار ونقلب. الكرمالة بتاعت السكر ديت بتكسر حلاوة السكر، بقى زي المية خالص اهوت اهوت زي ما انتوا شايفين. انا موطي طبعا النار عليه، موطي النار عليه وبقلب، عايز يوصل لدرجة اللي هو يبقى اللون الذهبي الحلو، مش الفاتح قوي ده تمام. عندي ربع كيلو مية هنزل بيهم عليهم دلوقتي اهوت. طبعا الدنيا واحدة واحدة عشان ما يفرش يجي على ايدي. كنت بتحط المية، هنحط المية كلها ونعلي بقى النار تاني. خلاص اول ما نحط المية السكر هيتكرمل يمسك بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. هتسيبيه زي ما هو على النار، اول ما يبدأ يغلي كل ده هيتفك، كل ده هيروح اهو. بقلب فيه بعد ما عليت طبعا النار عليه، انا عايزه يغلي تاني، يغلي فك السكر ده كله. بدأ يغلي عندي 125 جرام سكر جلوكوز، 125 سكر جلوكوز. هبدأ احط له السكر الجلوكوز بعد ما غلي. غلي اهوت، هنزل بالسكر الجلوكوز عليه. سكر الجلوكوز بينزل على الشربات بيهديه بعد ما كان بيغلي، بيهدى خالص. اخلص الجلوكوز واسيبه يغلي تاني غلوتين بعد ما يقوم تاني، يعني هو بطل غليان اهو، هيبدأ يغلي غلوتين ثلاثة كده بعد الغليان اهو. شايفين الجلوكوز ده فيه، وهسيبه بقى ان هو ياخد غلوتين ثلاثة مع نفسه كده مع الجلوكوز. شايفينه بدأ يغلي اهوت اهوت، غلوتين تلاتة ومتشكرين على كده خلاص. ونركنه بره دلوقتي ونشوف هنعمل ايه بقى في البسبوسة اللي احنا هنعملها الجديدة دي اهو. عندي نص كيلو سميد ناعم، سميد ناعم عادي خالص من عند العطار، مفيش فيه أي حاجة. عندي 225 جرام لبن، عندي 300 جرام سكر، وعندي 100 سمنه. حطيت السكر على السميد، على السمنه زي ما انتم شايفين، سمنه جامده، واللبن بارد عادي خالص 225.
اهوت، وبقلب السميد مع السمنة مع السكر، بطر في الصوابع عادي كده بقلبهم. انا عايز كله يدعك في بعضه، موضوع بسيط وسهل. ولو ركزنا في الكلام اللي بقوله او شفنا الفيديو بتركيز، مش هيبقى فيه اي اسئلة بالنسبة لكم خالص ولا مشكلة وانتوا بتشتغلوا. يعني بكتشف ان الناس ما شافتش الفيديو وبتسأل، طب انا عامل الفيديو ليه؟ طيب انا بشرح ليه في الفيديو؟ طالما انت ممكن تاخد المقادير من النت، مليان مقادير، مش المشكلة مش في المقادير يعني. اهو بدعك السميد بين ايديا كويس جدا بالراحة وبهدوء كده، الموضوع سهل، هتطلع حلوة معاك بإذن الله، مفيش فيها أي مشكلة. وطول ما أنت ماشي على الخطوات اللي إحنا بنعملها مفيش مشكلة بإذن الله. بدعك السميد بين إيديا، سميد ده سميد ناعم وسمنة وسكر، وهحط 225 لبن بتوعي أهومت مرة واحدة. وللعلم كمان اللبن ده لبن بودرة، مش لبن فريش أو حليب، يعني عشان ما يعني بأسوأ الظروف يعني ممكن تستعملي اللبن البودرة. وهقلب الخليط بتاعي بطراطيف صوابعي أهوت، أهو بقلب بطراطيف صوابعي، ما بعجنش أهوت. خلاص عندي الصينية بتاعتي بقى 30 مدهونة سمنة، هحطها وهفضي فيها الخليط. أظن ما فيش أسهل من كده ولا أبسط من كده. ما حطيناش أي حاجة غير السميد والسكر والسمنة بس. أخوانا الأقباط لو صايمين طبعا السمنة ممكن سمنة نباتي، اللبن ممكن لبن جوز الهند، ويشتغل البسبوسة معاهم عادي خالص، ما فيش فيها أي مشكلة. بنساوي بالراحة كده من جوه لبره الصينية، طراطيف صوابعك وإيدك ميزان وعينك على الصينية كلها، ما تبصش على اللي تحت إيدك بس، عينك على الصينية كلها فين الزيادة، وتروح عندها تجيبيها توديها على الصينية. خلصنا الصينية دي، أهم حاجة بقى في الموضوع إن الصينية لازم تتخبط كام خبطة كده جامدين على الأرض أو على الترابيزة اللي أنت بتشتغل عليها، الرخام اللي بتشتغل عليها، علشان تساوي وتفرغ الهواء اللي فيها. شايفين الصينية بقت مية واحدة كلها ومتسوية وما فيش فيها أي مشكلة. يلا على الفرن خطيتين كمان، ويلا على الفرن على 200 درجة تستوي وتطلع الشربات بتاعها بارد تتسقي. حتة السقي اتقطعت مني في الكاميرا معلش، فأنا رجعت سقيتها تاني عشان أوريكم بس المدة بتاعتها. هدي الشربات بتاعي اهوت، وبالظبط هسيبها 10 ثواني 15 ثانية وهصفي منها الزيادة، لان هي بتشرب على طول، بتشرب على طول. وعلى فكرة هتاخد كمية الشربات اللي انت هتعملها كلها. انا عامل شربات هنا بزيادة، بس المقدار اللي انا هسيبه لك او اللي انا قلت لك عليه ده، ده اللي هياخده، ده اللي هتاخده الصينية بالظبط، لان مش عايز زيت بقى عندك حاجة. وهسيبها تبرد خالص، بردت ومسكت بعضها وزي الفل. لو هي دلوقتي حسيت ان هي عايزه شربات تاني، لازم تسخن الشربات ده، مش هينفع بارد على بارد بقى، لازم تسخن الشربات ده بعكس المقدار اللي احنا كنا شغالين فيه قبل كده. اهو قدامنا اهيت، مش عايزه حاجه، هبدا اقطعها ونشوف حته فيها شكلها ايه وبتعمل ايه البسبوسه دي. اهو بنقطعها طول بعرض عادي خالص. على فكرة البسبوسة دي ما بتتاكلش في نفس اليوم، يعني هتعمل البسبوسة وتسيبيها على الأقل 3 4 ساعات تاخد وتدي مع بعضها كده، وبعدين تبدأي تقطعي فيها وتاكلي فيها، وبتبقى تاني يوم أحلى من أول يوم، يعني هتوصل للحلاوة بتاعتها الحلوة فعلا تاني يوم، سبحان الله. هو المقدار ده كده. هنطلع حتة طرية وزي الفل اهيت، وطالعة ماسكة نفسها، شايفين المنظر؟
هنقربها للكاميرا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. عند القطعة مستوية وطرية وشاربة، ودي على طول انا ما استنيتش عليها على طول، لان مش هقدر اسيب الفيديو 3 4 ساعات. انا عايز اقفل الفيديو عشان ارفعه اهوت. دي تاني يوم بقى كان مفعولها، كان طعمها وشكلها احلى 100 مرة من اللي انتوا شايفينه ده كمان. بس للاسف بقى ايه، حصل هجوم عليها ف ما عرفتش اوريها لكم. شايفين شكلها جميل جدا، شاربة ومن جوه محمرة. جربوها هتعجبكم جدا. دي للناس اللي هي ما بتحبش جوز الهند، ودي سكرها اقل كتير. زي ما قلت لكم هسيب لكم الرابط بتاع البسبوسة بجوز الهند تحت، هو والبسبوسة اللي بالقشطة، واتفرجوا عليهم برضو ممكن يعجبوكم. شايفين شكلها؟ مش محتاجة كلام والله. شوفوا المنظر.